مرحبا بكم في هذا المباشر من مدينة الدار البيضاء. وبعد التساقطات المطرية اللي أخشت لنا في هذا الصباح هذا، فرسالة أو نصيحة لجميع مسامي الطريق، لا من الراجلين لا من أصحاب السيارات أصحاب الدراجات كذلك، أن الناس يردوا البال في الطريق. فرياح قوية في هذه اللحظات، رياح قوية، رياح عاصفية قوية في هذه اللحظات، وأمطار غزيرة بدأت تهطل مشاهدينا الكرام لحدود هذه الساعة. فالحمد لله أولا على التساقطات اللي أخشت بلادنا هذا الصباح هذا، الحمد لله احنا بحاجه لهاد التساقطات، حاجه ماسه للتساقطات. مشاهدينا الكرام كيف ما ذكرت لكم، عكس العام اللي فات اللي عانينا من التساقطات، عانينا من قبل التساقطات. فالحمد لله اليوم كانت واحد التساقطات مهم، وكانت امطار غزيره وغزيره ماشي غير في بعض المدن كذلك. نتمنى وكذلك ان ربي يكمل لنا ويجيبنا الغيث من عنده، و والشوق تام على جميع انحاء المملكه. في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام الامطار مازال كتهاطل في بعض مناطق مدينه الدار البيضاء، فالناس ردوا البال في الطريق، فرياح عاصفيه قويه كتعرفها كازا هذه الساعه هذه، فالانسان يرد البال في الطريق كيف ما ذكرت لكم. فالحمد لله والشكر لله على كل حال. موسى كيقول لنا الحمد لله، بعيسى كيقول لنا الحمد لله على الامطار، اللهم بارك اللهم امين. فالانسان يرد البال بعدا في الطريق، راه كاين واحد الرياح قويه، رياح عاصفيه قويه، رد البال. عاوتاني الانسان الكليساج كنعرف الله يستر في هذه الفتره هذه فين كيكونوا حوادث السير، وفي نسبه حوادث السير اللي كترتفع. فالانسان يرد البال في الطريق وقبل ما يمشي في الطريق يحاول فيريفي الطوموبيل ديالو، وكذلك اصحاب الدراجات هما يردوا البال، وراجلين كذلك. فالانسان يرد البال في الطريق ويمشي بشويه عليه، غيسر لكم في هذه الفتره هذه فين كتروح حوادث السير وكترتفع نسبه حوادث السير. كذلك الرياح كاينه قويه، رياح عاصفيه قويه في هذه اللحظات هذو، يعني الانسان يرد البال في الطريق خصوصا كان غيمشي في مسافات طويله، الانسان يمشي غير بشويه عليه. فهذه الاجواء مشاهدينا الكرام هذه الساعه هذه مباشره من كازا، حاول نقربوكم اكثر. فردوا البال في الطريق، رياح عاصفية قوية وأمطار غزيرة مازال حدود هاد الساعة كتهاطل. كيف ما ذكرت لكم مشاهدي الكرام، معكم حنا مباشرة من مدينة الدار البيضاء، ردوا البال في الطريق، رياح قوية، رياح عاصفية قوية وأمطار غزيرة في هاد اللحظات. الإنسان يمشي بشوية على الطريق، الإنسان يرد البال، يتوخر الحذر ديالو. الله يسر، ما بغيناش خسائر مادية، الله يسر ما بغيناش يتطور الأمر لخسائر بشرية، ما يكونش واحد الإنسان ما يمشيش بسرعة، يمشي الإنسان بشوية عليه، وفي الأخير غادي يوصل للغرض ديالو، غادي يقرا أو غادي يخدم، يمشي غير بشوية عليه، خارج من القراية، خارج من الخدمة، كنعرفو هاد الوقيشة هادي فهي وقت الذروة، الإنسان كيبغي يمشي ويوصل دغيا لدارو، الإنسان مشي بشوية عليه، وفي الأخير غادي يوصل بخير وعلى خير. فكر ان عائله كتسناك، فكر ان اسره كتسناك، فردوا البال في الطريق، راه كاين البليطاج، ردوا البال في الطريق. في هاد اللحظات كاينه رياح عاصفيه قويه وامطار غزيره في هاد اللحظات مشاهدينا الكرام. كنتمنى انني كنقربكم كنوضح لكم الصوره، وكنتمنى كذلك ان رسالتي او رساله كل هذه ان تكون وصلت، نداء ديالي يكون وصل للناس المعنيين بالامر. فهي رسالة مشاهدينا الكرام موجهة للمستعملين الطريق، أنا أصحاب الدراجات، السيارات، كذلك راجلين كيف ما ذكرت لكم، أنا نردوا البال في الطريق ونمشيو بشوية عليهم. الحمد لله مرة أخرى على الأمطار هذه، فاللهم سقنا غيثا نافعا، اللهم سقنا غيثا نافعا وتجعلنا من القانطين، فاللهم اسق بهيمتك واسق عبادك وانصر رحمتك وحي بلدك الميت. فهذه الأجواء مشاهدينا الكرام مباشرة من كازا، كما ذكرت لكم في رياح قوية في هذه اللحظات، والأمطار الحمد لله مازال، نتمنى أنها تدوم على وتعم عفوا جميع أنحاء المملكة.